متابع من متابعين القناة بعت لي وزعلان قوي ان هو مش حاسس بالسعادة عشان عنده أولاد، بل بالعكس ده كمان حاسس بالذنب انه مش حاسس بالسعادة علشان عنده أولاد. وبيقولي ان هو اتكلم مع ناس وشرح قد ايه هو حاسس ان موضوع ان عنده أولاد ده محسسه انه عنده قيود، وطبعا رد فعل الاخرين المتوقع انه ايه ده، احمد ربنا ده في ناس بتتمنى ضفرهم، ما تتبطرش على النعمة اللي عندك، ما يتقلش بالمال. الكلام ده كله صح، الكلام ده كله صح، ويمكن لو ما كانش قالي ان ده تقله كان دي اول حاجة هتيجي في بالي ان انا اقولها له، احمد ربنا الاولاد نعمة كذا وكذا وكذا. ولكن انا اديت لنفسي فرصة ان انا افكر شوية في احساسه ده. انا دايما مؤمنة ان اي احاسيس سلبية نيجاتيف في حياتنا بتدلنا على ان في حاجة مش مظبوطة، الخوف، الغيرة، يعني اي حاجة اي احساس بنصنفه على انه هو احساس سلبي انا بعتبر انه له فايدة، زي ما يكون ريحة وحشة موجودة في مكان ما بتدلنا ان في حاجة غلط في المكان ده، يمكن اكل مثلا بقاله كتير فتعفن، حاجة هتأذينا. الاحاسيس السلبية بتعمل الدور ده في حياتنا. وانا برضو بفكر، افتكرت حاجة حصلت يمكن من 20 سنة. صديق لأسرتي الصغيرة انا وزوجي، وكان اكبر مننا بشوية كتار، فكان متبنينا بقى، يعني الكابل الصغنن دول لسه متجوزين، فكنا بنتكلم معاه وبنحكي، فقال لنا مرة على مقولة بيقال ان هي من التوراة، وألقيت محبتك في قلب والديك. ووقفت شوية لما افتكرت الجملة دي وشرح صديقنا الدكتور لمفهوم محبة الأب لأولاده أو محبة الأم لأولادها، وإزاي إن هي بتصل إلى حد الغريزة. طيب ليه ما كانش أي إحساس تاني؟ ليه الحب؟ ليه المحبة؟ لأن الحب حالة دائمة وغير مشروطة. لما اتنين بيحبوا بعض يسألوا، واحدة تسأل حبيبها او هو يسألها بتحبيني ليه او بتحبيني ليه، لو في اجابة محددة يبقى كأن في شرط، يبقى الحب ما بقاش حب، ده بقى انا بحبك او معجب بيك او عايزك عشان انت فيك كذا، مش هو ده الحب. فحبنا لأولادنا موجود غريزيا، ده في الناس الأسوياء، الناس اللي ما عندهاش مشاكل نفسية تخليهم ما يبقوش من النوعية دي من البشر. فحبنا لأولادنا غريزي وحب غير مشروط، بنحب أولادنا حتى لو كانوا مقرفين، حتى لو كانوا مجرمين، حتى لو كان فيهم أي حاجة، لسه ستيل بنحبهم. نيجي بقى على الصعيد الآخر، السعادة. إذا كان الحب حالة دائمة فالسعادة حالة مؤقتة، إذا كان الحب غير مشروط فالسعادة مشروطة. ليه دايما يقولك لحظات السعادة قليلة؟ لأن هي فعلا لحظات السعادة قليلة، وما ينفعش تبقى طول الوقت سعيد، وما ينفعش تبقى طول الوقت اوه انا قلبي مزقطط وفرحان انا حاسس بالسعادة، ده شيء مش طبيعي. الطبيعي ان احنا بنبدل ما بين مشاعر مختلفة على حسب ما يقتضيه الموقف، فممكن خلال اليوم
نبتدي بان احنا سعداء وفرحانين ومتفائلين ومقبلين على اليوم، بعد كده تحصل حاجه نزعل نتضايق نغضب، وبعدين نرجع تاني نتصالح مع نفسنا فتزيد شويه نسبه السعاده، وهكذا. ارجع البيت واحنا يعني والولاد صغيرين كنا بنعمل التيكل فايت، حرب الزغزغه، ونقعد نزغزغ في بعض ومين هيزغزغ التاني ومين هيضحك ومين مش هيستحمل ومين هيضحك الاول والكلام ده. ودي لحظات سعاده قد ايه قعدنا نعملها، قد ايه، 5 دقايق، 10 دقايق، وبعدها فجاه صريخ وزعيق وما تلعبش في كذا، ودلق الزيت على ارض المطبخ وبهدله، او طلعت سلق على المكتبه وهيقع لكن قبلها على طول كان في لحظات سعاده، كنا فرحانين، كنا بنضحك، كنا مزقططين، مفيش مشكله. بعد كده في شغل، في عمل، في فلوس هتتصرف على الولاد دول. انا لما فكرت في كلمته انه حاسس ان هم قيود، احيانا الواحد بيحس ان ده عبء، انا بقبض مبلغ معين بدل ما المبلغ ده كله داخل جيبي وهصرفه على نفسي، ده انا بصرفه على تعب الولاد وعلى مصاريف الولاد وعلى مصاريف مدارس وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. بنعمل الكلام ده، بنحبهم، سعدة طول الوقت، لا، مقدرين النعمة، لكن عندنا احساس بالضيق برضو، ما يمنعش ان احنا يعتري قلبنا في بعض الاحيان حالة من الزهق، حالة من الملل، حالة من التعب. التعب، انا تعبت، تعبت من الحمل اللي عليا، تعبت من الاعباء اللي عليا. وده بقى يخليني ارجع للانالوجي اللي انا قلته، ان الاحاسيس السلبيه عامله زي ما تكون ريحه وحشه بتدلنا على ان في حاجه ناقصه او حاجه غلط او حاجه باظت. كل حاله بيت مختلفه عن حاله بيت اخر، فمفروض انه يتكلم مع شريكة حياته ويفكر، يا ترى انا ليه حاسس بالاحساس ده، انا ليه مش فرحان باولادي. ربما البيت صاخب، انا راجع من الشغل والبيت صاخب، في دوشة، في زعيق، في صريخ، بيسموه تلوث ضوضائي، تلوث ضوضائي، زي ما يكون ان انت واقف مزنوق في اشاره وكل الناس قاعده عماله تدي كلاكسات. طب ما تفهم، ما الاشاره اصلا حمراء. لا انا يمكن تفتح بدري ولا حاجه. تلوث ضوضائي داخل البيت، فيه دوشه. لو قعدنا واتكلمنا مع بعض، طب امتى، ازاي نخلي البيت هادي، ازاي نخلي فيه هدوء شويه. من الحاجات اللي مثلا اللي انا لقيتها، ان انا لو شغلت قران بصوت واطي، او لو شغلت موسيقى هاديه بصوت واطي، بيبقى التون بتاع البيت هادي. نشوف الولاد بيعملوا الصخب ده ليه، بيلعبوا؟ لا، بصوا كويس، هو لعبهم ايه، لعبهم شكله ايه، عايزين ايه، يمكن عايزين اهتمام، يمكن وانت راجع من الشغل ولقيتهم كده في حاله هايبر والكلام ده، ما يمكن عايزين اهتمام، عايزينك تلعب معاهم شويه. يمكن بناكلهم حاجات غلط، يمكن بناكلهم سكريات كتير، عندهم طاقه بتغلي جوه عروقهم، يعملوا ايه، لازم يطلعوها بشكل او باخر. او يمكن الموضوع ما يخصش الولاد اصلا ويخص علاقه الزوجين ببعض. يمكن هذا الزوج بيتوق للحظات هادية، انه يقعد مع زوجته بدون ما يبقى فيه صخب وولاد وهيصة وزنبليطة. نجدول بعض الاوقات الزوجة الذكية تفكر في الوضع ده، ومهما كان ولادها صغيرين ومهما كانوا تعبانين، انت زوجة قبل ما تبقي ام،
يعني انت انسان، الانسان ده تحول لمرتبة الزوجة، وبعد الزوجة بقيتي ام. كونك ان انت ام ما يجبش ما سبقه، ما يجبش ان انت زوجة، وما يجبش ان انت انسان. نفس الكلام بالنسبة للراجل، انت انسان بعدين بقيت زوج بعدين بقيت اب. دورك كاب ما يمنعش ان انت زوج وان انت انسان. لازم نوازن بين هذه الادوار. انت مش حاسس بالسعادة، اول حاجة ما تلومش نفسك، ما تحسش بالذنب عشان الناس بتقولك انت بتتبطر على النعمة اللي عندك. انت ممكن ما تكونش بتتبطر على النعمة اللي عندك ولا حاجة، ولكن من جواك حاسس ان فيه يا اما حاجة ناقصة، يا اما في حاجة ملخبطة، يا اما في حاجة هي اللي مسببالك هذا الشعور بنقصان السعادة. روح، وياريت فرصة لينا كلنا نفكر، هل سعادتنا معتمدة على وجود أولاد بس في حياتنا ولا لا؟ هل الإنسان اللي محروم من الأولاد يبقى مش من حقه أنه يبقى سعيد ولا لا؟ أعتقد دي هتبقى فرصة هايلة إن احنا نقيم حياتنا كأزواج وزوجات، كأباء وكأمهات، كإنسان ليا احتياجات، ليا متطلبات، حاجات عايزة أعملها، وأشوف. أرجو أن أنا أكون يعني جاوبت على تساؤلات هذا الشخص الرائع اللي أنا ما بقللش أبدا. أنا ما أعرفكش، لكن أنا ما بقللش أبدا من يعني أخلاقياتك، وإن أنت حاسس بشكر النعمة اللي عندك. لكن يمكن دي فرصة إن أنت تقعد تفكر وتقيم حياتك وتشوف، يمكن ده عرض مش مرض، يمكن إحساسك بإن أنت مش سعيد عرض لحاجة تانية زي الصداع. أنا حاسس بالصداع بس الصداع مش مرض، الصداع بيدلنا على إن في حاجة خربانة في جسمنا، وبيقول لنا شوفوا يمكن نظرك ضعيف، يمكن جيوبك الأنفية مش مظبوطة، يمكن عندك مشكلة في الأوعية الدموية بتنقبض فبيعمل لك مايجرين، يمكن يمكن يمكن. ففرصة إن احنا لما نلاقي نفسنا حاسين بأي حاجة من الحاجات السلبية دي، إن احنا نقف وقفة مع نفسنا ونفكر في إيه ممكن أعمله. ما تترددوش إن انتوا تبعتولي أسئلتكم، بتبقى فرص حلوة قوي إن أنا أفكر، وإن أنا أخرج من دائرة المثالية اللي احنا كل واحد فينا عايشها، ونفكر بشكل تاني بشكل مختلف. وأعتقد إن ده ممكن يفتح الباب لمناقشات حلوة قوي قوي قوي. زي ما قلت لكم قبل كده، أنا ليا صفحة على الفيسبوك، هحط اللينك بتاعتها في الديسكريبشن بوكس وهكتبها لكم. تابعوني، ودي احسن طريقة ان انتوا تبعتولي بيها رسائل. اشوفكم المرة الجاية.